في ذات نفس البلد يا مؤمن نائبة ست برضو يعني ماسكة البندقية وبتضرب نار في فرح مين؟ ابنها. وبتقول لك سلاحي وانا حرة فيه افرده واكويه. فرح ابني ودي حفلة. الله ايه يعني؟ ده دول اللي بينفذوا القانون يا بيه. ماشي يا بيه؟ دي برضو بلد مصر. لو حد عملها تاني كان زمانه ايه؟ حتى لو مرخص تسحب ترخيص. مش مشكلة بقى. ربنا يفرحك يا حاجة. ربنا يفرحك ويرزقك برصاصة من هنا ولا من هنا. واحد برضو يكون بيفرح يعني. واحد تاني يكون معدي من هنا كده بيفرح. شوف قالت ايه الست نسلية نسيلة. هي نسيلة دي اسم مصري؟ مش مشكلة. اسماعيل. اسماعيل مصري. ماشي اتفضل. ده خرطوش يا فندم. وفي بيتي. وفي بيتي. اتفضلي يا فندم. اتفضلي كملي. بس يا فندم. وبعدين انا كنت منتظرة برضو يبقى في مداخلة بسبب ضرب النار. كنت مستنياها قوي. انا مدي لحضرتك الفرصة يا فندم. احنا يعني اللي حضرتك عندك قوليه يا فندم في المسألة. في كلام كتير متداول. انا عادي مش مشكلة. طب ما احنا ايام الارهاب وايام الثورة كل واحد كان بيقف في بيته وبيضرب نار عشان يحسس الناس ان في ناس هنا وفي ناس موجودة. بس اطمئنان وامان. بس والله برافو عليك. بغض النظر بقى اولا مبروك على الخطوبة ست النائبة. كبيرة اوف اوف. سيبك من فرح وسيبك خرطوش. سيبك كان فارغ ده. ايوه ايام الثوره كان معانا خرطيش. دي بلطجيه. دي واحده من الدوله العميقه. دي اللي شغاله مع الجيش والشرطه والمخابرات. كان معاهم سلاح وبيضربوا الناس وبيضربوا يعرفوا الناس ان احنا هنا. دي واحده المفروض دي مش تتقتل. دي تتقتل وتتعدم وتتشنق وتتعمل بدون محاكمه خلاص. انها قالت اهي كان شايله سلاح وبتضرب نار. ايام الثوره ما اعرفش عن الثوره فيهم. دي راحت بقى مع قلعة الجمل ولا لا؟ ينهار اسود. يخرب بيت ابوكو. ده انتم شويه متخلفين قتله. ايوه انت ايه يعني جاي على فرح ابني؟ طب ما احنا ضربنا ايام الثوره والجيش كان معانا والشرطه كانت معانا. ادي يا عم البلد. ويقول لك السيسي حررنا من الاخوان. اهم حاجه السيسي حررنا من الاخوان دي. طيب والنسوان لما غزه هنعمل فيهم ايه دول؟ مش مشكله.